واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاء من استغفر ربه وأتى بالتوحيد عن إقلاع وعن ندم وعن توبة من غير إصرار، بل يأتي بالتوبة والتوحيد عن إخلاص وعن صدق وعن ندم على ما مضى من الذنوب وعن عزم صادق ألا يعود فيها، فإن الله يمحو بها سيئات من كفر وغيره. ولهذا قال: ولم يصروا لإصرار الإقامة. أما من قالها أو أتى بالتوبة باللسان وقلبه مقيم على المعاصي فهذا ليس بتوبة، بل هو على خطر عظيم، إلا أن يعفو الله عنه. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أتى بالتوحيد ولكن عنده إصرار على المعاصي فهو تحت مشيئة الله إذا مات على ذلك. إن شاء الله غفر له لأعمال صالحة أو لشفاعة الشفعاء أو لمصائب أصابته من أمراض وغيرها أو لأسباب أخرى غفر الله بها سيئات، وإن لم يكن له أسباب توجب المغفرة فهو تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه فضلا منه سبحانه وتعالى لتوحيده وإيمانه، وقد يعد في النار قد جريبته فيعد في النار قد المعاصي التي مات عليها ثم يخرجه الله منها، لا يخلد فيها إلا الكفار، لا يخلد في النار إلا الكفار. أما العاصي هو لا يخلد، لو دخلها عذب بقدر معاصي، لو دخلها بالزنا أو بالسرقة أو بالظلم أو بالربا أو بالعقوق لا يخلد ما دام موحد مسلم، لكن يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها ثم يخرجه الله من النار. يخرجهم الله من النار وقد انتحشوا وقد احترقوا ويوقعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل.